لا 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 اوعك لا تحكي بالسياسه يا ابنه. احنا شو دخلوا المحافظ؟ المحافظ هو الكلب الكل فيها. قلت لك منو هي؟ لك المحافظه اللي ما بقدر يتاخر عليها. ان شاء الله فكرني جميل انه انا حسيتك انه كان عندك اجتماع بالمحافظه وانه اجتماع ضلنا بعد الدوام وانه انت ما فيك ولا دقيقه لتطلع من الاجتماع لتحكي معي. عم تحكي كانك انت معي. ليكون كنت معي مالي حاسس. انا ما بدي تحكي. لك طولي بالك هلا من شو زعلانه انت؟ ولا يهمك موضوع القسطرة حليناه لأم محمود وعدوني إنه يراعوها. لا ليكون في شغلة تانية قرقتي وعك تكوني غيراني علي مثلا ها أو خايفة إنه ألعب بديلي. لا كمان هي مو معقول تنزعجي مشانها لأنه أنت طول عمرك مطمنة وبتعرفي شو في عندك. وليش هي مو معقولة بقى؟ لأنك بتعرفي مين في عندك مو هيك على طول بتقولي لي. حبيبي هاد كان زمان أكيد هي فسفاز. اه مو بس شكوا رح يغرقوا. ايه وإلك عين تيجي لهون؟ هذا أستاذ محمود. ايه هنا شو صار لك؟ حاملة هي ليش بإيدك بدك تضربي حدا بالظاهر؟ لا كان في قطع. شو ليك؟ أي هنا وهيك اصبعتي اللي فيني بكفيني، قلي لي أبو طارق إجا من الشغل ولا لسان؟ وشو بدك بأبو طارق؟ شبكي هيك انخضيت يا عاوز توب شغلة. لا القطع خضتني. ايه بردون مو يا ستي، حجيب لك طاسة الرعبة ولا يهمك هنا. شو عم تاكلوا بيت؟ بتحبي؟ نحن هلأ بناكل بعد شوي تغدوا انتو صحتين وانا اسمعي مني وكلي لك لقمة ما عنا غدا غيره ها؟ اي يلا خلوا لي لقمتين هلأ برجع بعد شوي باكل معك. هناء هناء خدي حبيبتي هاي طاسة الرعبة اشربي منها مشان تروح الخضة تبع القطة. شو بدك من جميل؟ كنت بدي اسأله مشان عملية القسطرة. عمليتك بكرة، جهزي حالك وجهزي مصرياتك. قديش بدهم؟ 50,000 ليرة. ولي 50,000 ليرة كتير أبو طارق. يا أبو طارق. أيوة نعم. أنا عم تقول 50,000 ليرة قلهم بركي بيراعوني شوي. ولك عيب عليك إم محمود، عيب عليك استحي على حالك لهون وبس. إيه شو عملت أنا هنا؟ معك مدري كم مليون عم تفاصلي على كم ألف ليرة. خلاص أنا خلاص أنا مستعدة موافقة تحط أجرة العملية. ايه سيدي تغديتوا ولا بتحبوا تجوا تتغدوا عندي؟ ليش شو طابخان؟ ايه محمود نحن تغدينا وبدنا ننام. الله معك. ايه هنا لك مو عيب عليك تقلعيها؟ قلبك عليها كثير يعني؟ لك لا بس عيب. ايه هذا ما كان رايك بالاول، كنت اول ما تشوفها تقلي سكري الباب بوشها، شو اللي غير رايك؟ لك مو غير رايي ولا شيء، المخلوقة مريضة وجاية تستنجد فينا، شو فيها ونحن عم نساعدها؟ حبيبي عملت اللي عليك واخذت لها موعد من الدكتور، ترجع بحالها بقى. عم تخار علي. ايوه مساء الخير عمو. اهلين وسهلين. فاضي تعطيني درس اليوم؟ ايه ولو تفضلي تفضلي. شكرا. اهلين تعي عمو. شكرا. تعي اهلين شكرا. تعي 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 هون يلا هون. ايه هون هون تعي هاتي لشوف علي عمو علي قربي ليش مستحيه قربي تعي هاتي للي هاتي لشوف انا من نون عمو هذا الدرس. ايه هذا هو العلاقات العددية في المثلث القائم. أيوة. شوفي إذا رسمتي بمستوى الورقة مستقيم قاف ورسمتي من نقطة ب أربي عمو أربي أربي لا تستحي أربي نقطة ب في هذا المستوى عمودي أربي قاف إذا عمود يقطع قاف ب هي هو مرتسم النقطة ب. شو ها؟ أهلين هنو صح النوم. مرحبا طن شو عم تعملوا؟ ما في شيء في درس عم يشرح لي اياه بتصير قربي شوي هي بتصير خدي حبيبتي كدك بدفاترك قولي له لاهلك يدوروا لك على استاذ رسمي صحيح جميل مهندس بس نسيان الهندسه لا بالعكس عمو جميل شاطر كثير شاطر بس معلوماته حبيبتي كثير قديمه ما بيفهم بالرياضيات الحديثه يلا حبيبتي سلمي على اهلك سلمي لي على امك يلا حبيبتي يلا يلا سلمي على امك يلا انه شبك اه شو صاير لك صاير عم تقلعي الناس من بيتنا؟ شبك! أنا حرة ببيتي جميل، حرة، حرة أنا! إيه حرة ما اختلفنا يا هنو، بس ليش قطعتي الدرس على البنت يا هنو؟ من يومه راح ما عاد في دروس! طيب ليه؟ يدوروا على أستاذ تاني، أنت مهندس! أنا كنت أقوله هالحكي، أنا ما كنت أعطيها دروس، أنت اللي تقولي لي، شو عندي إذا عطيتها البنت كم درس وفلت على أهلك وما زال نسيتي حالك؟ عم تقلدني؟ تراجعت عيني، إيه تراجعت ما لقيتها حلوة بحقك، مدير ومهندس تعطي دروس خصوصية ما حبيتها. هلا انت خايفة على سمعتي ولا نيوهاهاهاق غيرانة ايه غيرانة وليش لحتى ما غار هو شوفي من حقك تغاري على جوزك بس من سهام ليس مع سهام
تك هي طفلة لسه يا دوب عمرها 16 سنة. ليش نسيت حضرة جنابك شو كنت تقلي قبل عليها؟ شو قلت؟ شو قلت؟ قلت لي هي ما عادت صغيرة وهذا السن كتير خطير. أنا قلت الحكي. إيه أنت قلت الحكي. يا إذا أنا قايل الحكي معناتها بلاها الدروس الخصوصية، بس ما دخلني إذا تزعلتي أنت وأم تحسين. تزعل تنفلق ما فارقة معي. هلا لفي لي هالسيرة، بدنا نتغدى قصدي بدنا نتعشى ولا لا؟ بجعات بطني عم يكاكو. ليش ما تغديت بيت مع أولادها؟ لا 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 شكو شكو رواسي شكو بايخة. أنت متأكدة إنه هناء هي اللي قلعت سهام من البيت؟ طبعاً متأكدة. ما تكون سهام هي اللي. لا يا أم محمود لا، سهام بنتي بعمرها ما كذبت عليه، بعدين ما لها مصلحة تكذب وتفتري عليها، وسهام كانت على طول كل ما تيجي من عندهم من الدرس تمدح بهناء وكرمها وضيافتها، ولو ما قلعتها اليوم بالذات ما كانت اجت قالت لي. سهام ما بتكذب. لك خلاص صدقتي، هناء مدري شو صاير لليوم، مو على بعضها، عم تقلع كل الضيوف. ليش قلعت حدا كمان؟ سمعت انه اجاها ضيف وقلعته. على كل لا تهكلي هم انتي، هلا هي متضايقه من شي شغله، بكره بتهدى وبترجع مثل ما كانت واحسن. ومن جهه دروس بنتك لا تخافي، انا بحكي معها وبيمشي الحال، بس انتي فردي ايدك شوي. رجعنا للسمسره. مو لي. لك لمي لهنا. ايه عرضت عليها ال100 ليره يلي كنتي انتي تاخديها على الدرس، ما رضيت، قالت ناموس وفلوس ما بيصير. ناموس؟ ومين قالك انه فرد الايد ما بيصير الا بالمصاري؟ شو قصدك؟ واضحة لك دبي، ما بدي حدا يفسرها حبيبتي. يوم حملي بنتك قالب جاتو، يوم بانيس بانيان، تشك تشك تشك، يوم مجمع شوكولاتة، اشتغلي لطقم نزالات من اللي بتشتغليهم للبيع وبعتي لها ياهم، طعم التم تستحي العين، وانتي زين العارفات. ايه انا مستعدة، بس بخاف تخجلني. ما بتخجلك ما بتخجلك، بتضلي دبي انت، جربي وشوفي. وعلى كل اذا خجلتك انت جيبي الهدايا لعندي، انا بوصل لياهم. لا انت ارتاحي، انا بوصل لياهم بايدي، بس انت هلا قومي وفهمي لي منها شو القصه واحكي معها ولطفي الجو. بكره بشوفها. وليش مو هلا؟ هلا عندها ضيفه. وانت شو عرفك؟ سمعتها لما فاتت اي دخلت. يلا مو مهم، لانه انا لما فتحت العلبه كان مصنبع فيها ومعوج هيك على جنى. رجعت انا سمعت الاخبار، طلع شيء ما بيصير، سكرته طفيته وحليت تمي هيك شيء يعني، لانه نايمين كانوا اخذين قيلوله هن. هلا هنا انا زعلانه منك، هي صار لي جاي لعندك مرتين ولا هلا ما زرتيني؟ خلاص وحياتك بقرا فرصه بيجي لعندك. طيب هن شو رايك نزوره بكره؟ اسمنا بكره ما عندنا شيء. اهلا وسهلا، واحنا كمان ما عندنا شيء. لا بكره انا ما بقدر، خلص ان شاء الله بقرب فرصه. لا هنو لا تقعد فيها لبعيد، خلينا نروح بكره، بعدين بتزعل هي، بنروح بكره. ايه خلص هنا بكره بانتظاركم. ان شاء الله رح تلف لك قبل ما نجي. حلوين اوعيكي، منين شاريتيو؟ جاب لي اياهم جوزي معه من باريس. حلوين، يا ريت يكون في مثلهم هون. في مثلهم هون؟ وانت شو دخلك ان كان في منهم هون ولا ما في منهم؟ عم بتطمم مشان اشتري لك مثلهم، بيطلعوا عليكي حلوين، اكيد بيطلعوا حلوين هنو. لا شكرا، انا مو لازمني اواعي، عندي اواعي كتير. لا ما قصدت، بس ما شاء الله رفيتك يعني هي حلوه واواعيها حلوين. والقالب غالب، يعني هي حلوه والطقم حلو، صارت قطر. بخاف لا بايدي قوم تدبق. جرب. بخاف جرب تقوم تلزق ايدي ما تعود تنقبع. حلوة تنقبيع. اي بسيطة بقطع لك اياها. لا هنا حرام عليك. عم امزح. على كل ميرسي كتير استاذ جميل على هالمجاملة، كلك ذوق. ماما قوم شوف ابنك شو بده. عم ينادي لك اليك. ماني قايمة، قوم انت شوف شو بده. حاضر عن اذنك. ولك هنا تعال قلي. نعم. متغير كتير جوزك عن اول، كأنه مو هو. شو قصدك ما فهمت عليكي؟ يعني بأول زيارة اجيت فيها لعندكم كان ما يقدر يتطلع بعيوني. بالاول كان مستحي، بس زيارة ورا زيارة ان شاء الله. هنا قومي شوفي شو بده. شو بده؟ ما بعرف، قال بده اياكي شخصيا. قومي شوفي. ماني قايمة. ماما خلص قومي شوفي بقى. قلت لك ماني قايمة. قومي قومي هنا لا تستحي، انا مالي غريبة.
مظبوط، إذا تلاني همها للست سناء أتمنى لا تخافي، أنا بسليها لبين ما ترجعي. ماني قايمة وخليها عيط ليشبع. على كل أنصار لازم أمشي، تسمحوا لي. وين رايحة؟ شو ما بده يجي جوزك ياخدك؟ سيارتنا عطلانة بس مو مشكلة، باخد تاكسي. لا شو هالحكي؟ شو تاخدي تاكسي؟ عيب، بوصلك مو بس بالسيارة، بعيوني أنا كمان. لا يا جميل ما قلت لك تبدل البطارية، هي لزمتنا السيارة والسيارة ما عم تدور. بطارية؟ ايه؟ ماشي هي يعني بدفشة صغيرة بتدور مو مشكلة. معقولة سناء باللبس الأنيق الباريسي اللي جاب لها إياه جوزها بدك إياها تنزل تدفش معك السيارة جميل؟ ما في داعي أستاذ جميل، باخذ تاكسي. ماما بده إياكي. سمعاني. بس أنا كنت حابب أخدم. معلش أستاذ جميل غير مرة. أهلا وسهلا شباب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مع السلامة. أهلا وسهلا. الله معك. مع السلامة. أهلين وسهلين. الله معك. مع السلامة. سلمي كثير. مع السلامة. الله معك. سلامة. أنت شلون بتغازلها هيك قدامي؟ فيك تفهمني؟ لك يا إنه أنا ما عم غازلها، أنا عم شاملها مشان لطف الجو، يعني مشان ما أقعد مثل اللبخة، ما أنت طول عمرك كنت تقولي لي ليش ما بتعرف تجامل؟ هي عم جامل. بس زودتها، زودتها كثير جميل. لا زودتها ولا شيء، بالعكس رفيقتك مدير ومبسطة كثير لأنه بتحب اللي بيجاملها. انتي حلوة وتيابك حلوة، صرتي مثل القطر، إذا مديت إيدي عليكي بدي بعدين فيكي تقلي أنت شلون بتقلها خليني وصلي؟ بركي حدا شافك أنت وياها بالسيارة لحالكم، شو بيحكوا عليكم وعليي؟ أنا حيرتيني ها، لا عاد أعرف أتعامل معك ولا مع رفقاتك، نسيتي هذيك المرة لما زارتنا سناء نفسها وقت جوزها تأخر مشان يوصلها شو قلتي لي؟ ما قلتي لي جميل؟ معني شي وصل، معني شي كلماني، نسيتي وأنا ساعتها مرضيت. قلت لحالي هالمرة يا ولد ما لشي بيض وش مرتك قدام رفقاتها وقوم تعذب وكل هم وانتع حالك ونزل وصلها بتقومي بتجاوبيني هيك تاني مرة لا بدي اياك تبيض وشي ولا تسوده ولا بقى تودي رفقاتي ولا تجيبهم ولا تحكي معهم. ماما ارجع عيتك انت التاني. يلا منيح فديت بالصغير. يلا تفضلي. لسه في وقت. شو في وقت؟ الموظفين عم يفوتوا ليكم. اي فوتوا، انا ما بدي فوت، بدي اقعد معك خمس دقائق تاني ولا عندك مانع؟ لا بالعكس المكسب معي يا ميت اهلا وسهلا. منقعد شو عليه؟ لك منو هي اللي فايتة على المديرية اللي عندكم؟ وانت شو دخلك فيها؟ لك ما في شيء عم نسأل، كمان السؤال حرام. اي لا تسأل اسئلة بلا طعمه. هنا صباح الخير. اهلين مها، صباح النور. صباح الخير استاذ جميل. معلش مهالت واخذيني، جميل ما بيقدر يرد عليك لانه حنجرته عم توجع والدكتور قال لا يحكي بالمره. سلامتك استاذ جميل. الله يسلمك. شو ما بدك تنزلي؟ لا فوتي انت هلا انا بلحقك. طيب باي. شو هي الدكتور مانعني احكي وحنجرت؟ منين طلعتي لي فيها هي؟ ماشي هي ما حكيت معه ولا كلمه، منيح هيك؟ ايه انا قلت لك لا تاخذ وتعطي مع رفقاتي، بس كلمه صباح الخير ما فيها شيء. مسموحه؟ ايه مسموحه، صباح الخير وبس. صباح النور مسموحة؟ لا مو مسموحة، بيقولوا لك صباح الخير قلن صباح الخير. وإذا قالوا لي مساء الخير؟ بتقولن مساء الخير. هلأ فهمتها، صباح الخير مساء الخير مسموحة، صباح الورد صباح الياسمين صباح الفل ممنوعة. برافو عليك. صار 8 إلا 5 ما بدك تنزلي؟ إيه معك حق يلا بخاطر.